طبعا. والشغله المهمه اللي بدي اصور لكم اياها هي هذه الخيمه اللي انتم شايفينها. طبعا عرفتوا من شو معموله هذه الخيمه؟ بالمعلبات اللي بتجينا عن طريق المساعدات. وسعي مرح شويه. عودتنا حتميه والخيمه مرحله وهميه. امسك يا محمد صور. تعال معايا يا محمد شويه تعال. طبعا بتمنى كل شخص، طبعا هذا الفيديو الثاني لكم، ثاني يوم كملناه، بتمنى كل شخص بشوفنا ينزل تحت ويحط لايك لهذا الفيديو، والناس اللي اول مره بتشوفنا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، اضغطوا على الكل عشان تصلكم كل اشعارات فيديوهاتنا اللي بننزلها، وتنسوش تتابعونا على صفحاتنا الانستغرام الفيسبوك هيهم والتيك توك موجودين في صندوق الوصف. نشعس مش معنا. طبعا الخيمه هذه بتعود للاخت، تفضل عندي داليا. طبعا الاخت داليا هي تصميم الاخت داليا وشغلها، طبعا لها صفحه على الفيسبوك وعلى الانستا هيهم موجودين في صندوق الوصف، فبتمنى تتابعوها، بتنزل عليها محتوى كثير حلو بيحكي عن الواقع الفلسطيني. تفضلي اذا عندك كلمه. هو فريق بصمه الشبابي بيقدم مجموعه من الافكار والمبادرات بنطرحها للعالم ونوصل فيها صوتنا للعالم من خلال هذه المبادرات والافكار اللي بنطرحها. تعال يا بوسيم معايا شويه عشان نعمل جوله هنا. في هنا ارجع 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 شويه. في هنا طبعا هذا شباك فري بلسطين، هذا شباك تمام زي ما حكينا لكم. هذه المعلبات لحالها حكايه مع النازحين، معنا احنا مش حكايه، هذه المعلبات بتروي مليون حكايه ومليون وجع ومليون قصه. هذه المعلبات بالمختصر المفيد عفنا من المعلبات. تعال يا ابو سيمه معايا. هي هنا كمان شباك، هذا بالعلم الفلسطيني. ارفع يا ابو الناش. تمام انزل انزل تحت يا ابو سيم، انزل. تعال 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 يا نشا. وفي هنا كمان شباك، لا مسكر هذا الشباك، هذا مأمن. يلا خلينا نفوت جوا. لقيتها؟ اه يا ساتر. فوت يا ابو سيم تعال معايا. طبعا في اخت ثانيه دير بالك عشان موضوع التصوير. فوت يا ابو سيم فوت، يعطيكم العافيه. في هنا هذه الخيمه هي من جوا حاليا. قدم يا ابو سيم شويه. نعم بس نشت بتطلع على البسه. بسه بسه. طبعا ابو سيم ابو سيم، طبعا كانت عندنا قبل ما ننزح من بيتنا ونطلع كانت في عندنا بسه في البيت صغيره، كان نشأت يموت فيها، فاول ما شوف فتنا الخيمه اللي هو بشوف البسه بقول لي بابا بسه. ضفيرها طوال. كيف حلوه؟ ان شاء الله يا بابا بنرجع على البيت وبنلاقي البسه، ما لقيناهاش بنجيب لك. بدك تشتري لنا واحده زيها بس ما لهاش طعم. بنجيب لك بسه ثانيه. طبعا هنا فيش واحد نازح ما بيعرفش هذه المعلبات. هنا البازيل او الجزر، هنا الفاصوليا، هنا الفول، هنا اللانشون هذا اللي طبعا كان يخرب عندنا بسبب ارتفاع درجة الحرارة واحنا موجودين نكون في الخيمة. الخيمة بتدي درجة حرارة بشكل مش طبيعي مش طبيعي. وايش في كمان؟ هنا في الحمص. حمص طحينية هي. نعم؟ حمص طحينية. حمص طحينية اه حمص طحينية هنا جاهز هذا. وفي ايش كمان؟ في هنا نجفة هذه بالمعلبات معمولة، هذه فخمة جدا جدا جدا. ركز عليها وسيم، هذه نجفه معموله بالمعلبات. وفي ذره. وين الذره؟ يعني باختصار كل انواع المعلبات، كل انواع المعلبات زي ما انتم شايفين. هاي الذره هذه الذره برضه حلوه بتتاكل جاهزه فخمه جدا ولونها معلبات. بس يعني ايش هذه؟ هذا اول مره بتمر علينا. هذا فول نابت. اه لا هذه لحمه بس بشكل ثاني، اكلنا اللحمه زي لحمه مفرومه وإشي زي هيك. بصراحة شغل فني رهيب جدا جدا جدا. تعال علي اقول لك. قول. تعال علي. طبعا هذه الخيمة بنيت في ظل عطاء شبابنا. ما تعرفناش عليك. بعدين بعرفك شوي بس خليني. يلا ماشي تفضل خذ راحتك. ماسك كده خبز عشان تعرف كيف. وهذا الخبز البلدي برضه له قصة حلوة، شايفين ما حدش نازح بيستغنى عن الخبز البلدي هذا تبع الأفراح. هذا حياتنا، هذا يعني هو اللي بيصبرنا على كل شيء. المهم الخيمة هذه انصبت وانبنت في ظل عطاء شبابنا، في ظل الافكار التي تراودنا اثناء الحرب. طبعا اخوكم المتحدث الرسمي لدى الخيمه سونا باش. اهلا وسهلا حبيبي، كل احترام كل احترام. متحدث رسمي باسم الخيمه كمان. طبعا ابو سيم لاحظوا معايا في كل زاويه للخيمه في زي نظام عمود، نلاحظ في هنا كمان نظام عمود. طبعا سقف الخيمه بجريد النخل، يعني احنا في مخيم النخيل، مش معقول ما يكونش فيه في الخيمه هذه الجميله. شو هذه؟ شو هذه؟ هذه علبة، علبة فول. أبو نشأت. هذا فول نابت، فول نابت بتاكل هذا، غير يعني الفول اللي بنطحنه وبندقه وبنفطر فيه بالخبز، هذا فول نابت. أبو وسيم تفضل. اسمح لي بدي أطلع في الفيديو معك، امسك. أبو وسيم طبعا، يعني أبو وسيم له قناة على اليوتيوب وروحوا اشتركوا فيها، اسمها أبو وسيم. على قناتي. تفضلي. بتمنى عليكم كلكم إنكم تعملوا إعلان لصفحات الفيسبوك الخاصة، فيسبوك وتويتر و تلاقي أستاذة داليا عندنا متابعين بايظ موجودين في صندوق الوصف إن شاء الله. تمام؟ بس بدي منك تبعتيهم إلي على الواتس على الهاد، تمام؟ ماشي. ابو نشأت تفضل. بدي استغل بدك تستغل، لا تستغلش على صفحتي الله يرضى عليك. ايوه بدناش استغلال على صفحتي، سواء صفحتي او صفحتك. احنا هدفنا الوحيد نبين الجانب الايجابي في المخيمات. احنا حكينا لكم كل خيمه عندنا فيها قصه، فيها قصه نجاح، في قصص حزن، في ناس فاقدين، في ناس مفقودين، في ناس تركت بيوتها، تركت اهلها، في قصص كثير عندنا. يعني هذه علبه فاضيه، هذه علبه ملانه، هذه يا ابو وسيم تقولش فاضيه. ممكن انت تفتح العلبه هذه وتاكل اللي فيها في ايش؟ في 10 دقائق ابو نشأت، تمام؟ واقل كمان. بتخلص بترميها على الزباله، احنا لا، عندنا تفكير خارج الصندوق. استاذه داليا، تعالي مع استاذه داليا. استاذه داليا الله يعطيها العافيه فكرت خارج الصندوق. استاذه داليا الخيمه طبعا، الخيمه عشان تكونوا في الصوره، الخيم اللي احنا قاعدين فيها بتكلف زادت سعرها تقريبا 4 اضعاف، يعني الخيمه صارت تكلف حوالي $1000. صحيح. فاحنا ليش نرمي هذا في الزباله؟ لا، احنا هذا بنستغله احسن استغلال وبنعيد تكوينه وبنعمل فيه خيمه. لو مش قادرين نعمل خيمه من الجلد والنيلون والخشب اللي في الحرب زادت اسعار وارتفعت كثير، لا بنعمل خيمه من مخلفاتنا احنا بنعمل لها خيمه. استاذه داليا يعطيك العافيه بصراحه، يعني تفكير انا منبهر جدا، يعني ما مرش علي تفكير زي هيك. احنا متعودين على الشعب الغزي انه دائما تفكيره خارج الصندوق ومن لا شيء بيخلق كل شيء، ولكن فكره زي هذه ما اعتقدش انها ممكن تمر في بال كل مليون شخص في شخص واحد. فبصراحه انا بتوجه لك بالشكر كثير، وصراحه كل احترام على هذا الشغل. ألف عافيه على هذا المجهود الجبار، بصراحه فكره عجبتني. ومتابعينا الكرام، استاذه داليا طبعا حكيت لهم ابو نشأت في لها صفحه عندها مجهود جبار، حكينا لهم تابعوها على صفحه الانستغرام اللي اسمها الانستغرام. تفضلي احكي. احنا فريق بصمه الشبابي، طبعا هذا الفريق تم نشأته او ولادته بعد يعني في الحرب، خلال الحرب. وهذا الفريق بعد ما عملنا الخيمه صار عندنا الفريق بصمه. كنا نازحين، شباب نازحين، التقينا هنا، بنجتمع هنا في خيمه المعلبات. طبعا صار مزار لكل الناس خيمه المعلبات، وبنحط افكارنا وبننطلق من هذه الخيمه لننفذ مبادراتنا وافكارنا. طبعا هذا الفريق لا له دعم ولا له تمويل. طب انا عندي فضول كيف لميتوا كل المعلبات هذه؟ أصدق إنه كل أولاد الصغار لما قلنا بدنا معلبات كل أولاد الصغار انتشروا. طبعا في الخيام في معلبات كثير لأنه هي معونات بتتقدم للناس، فكل واحد كان بفضي علبة كان بجيب لي إياها، بفضي علبة بجيبوا لي إياها. عندي كميات، ما هو بضبط بازيل لو حصل. لقيت العلبة هذه مفتوحة من فوق ومن تحت. كيف فتحتوها؟ أنت متخيل أنا بطلع في عدد ما يقارب فوق الألف. إحنا أبو وسيم إحنا قبل هيك احتاجنا نفتح علبة لحمة، فعشان تنزل كاملة علبة اللحمة من غير ما نقطعها اضطرينا نفتحها من فوق ومن تحت. فبصراحه ايدينا تعبوا واحنا بنفتح فيها من فوق ومن تحت. احنا جبنا 5 مفاتيح، تمام؟ هذه طبعا فاضيه بتنفتح. هنا من هان كان في عندنا مجموعه من الشباب يمكن 5 6 بيداوموا، بياخذ وقت وجهد، مش سهل، مش سهل الاشي. هي حبه دخيمه انا ببني وياها والله. بالمناسبه احنا نعرض علينا ايه نعمل هذا مشروع استراحات على البحر، نفس الفكره يعملوها مجموعه استراحات على البحر. استراحات فكره عظيمه جدا، انا شايف عندي اثنين فريق عمل هم اللي قائمين عليه. طبعا فريق المهندس الصغير لفتت انتباهي، فريق العمل هذا كان مداوم معنا من اول يوم لغايه اخر يوم، كان بيساعدنا هالقد الشاب الطفل، لفت نظري. فانا كنت بسال انه انت يعني ايش بدك، يعني انت بتداوم معنا دائما في وجهنا وبيساعد. هات العلم ونازح في المخيم عندنا، هي موجوده هان. خلينا نقرا لهم الاسماء. هنا زين الصفطاوي، المهندس الصغير تقريبا قديش عمره؟ يمكن في صف اول يعني 7 سنوات او 8. عطيه ابو معوض عامل بناء، يوسف المصري، محمد مقداد، رامي فياض، سوكا فياض، مصعب ابو سلطان، عاصم كريم، زائد مريم عبد الله، اعلاميين طبعا هذول. داليا العفيفي اللي هو الاخت طبعا اللي معنا، وعبد الله ثابت. وشكرا لكل نازح، كل احترام. نازحون بريشه شو بريشه مين؟ فنان ورسم لنا. طبعا هي الرسمه للامانه رسمه معبره وفخمه جدا. شيء بصراحه حكايه حكايه حكايه. هذا اللي هنا في الخيمه. بس في اشياء مش لازم نمرها على مرور الكرام. انت بتحكي لك كان في طفل صف اول مهندس صغير ملوش علاقه بقربش للاستاذه داليا، من نفسه باقي لملم ويجي ويبني ويسوي. يعني انت متخيل هذا بس يكبر ايش حيكون؟ احنا شعب طموح جدا، احنا عندنا طموح وعندنا تطلعات للمستقبل. يعني انت طفل في صف اول من حاله اجى واجتهد وحط افكار وقاعد يلم ويعمل ويسوي، هذا بتهيئ بس يكبر حيطلع مهندس عظيم. ابو وسيم خلينا نشوف زين الصفطاوي المهندس الصغير لازم نجيبه. لا مش بقول لك مش حنمر مرور الكرام عن زين. ماشي هيو جاي خلينا نشوف. طبعا للاسف الشديد المهندس الصغير زين الصفطاوي مش موجود، طلع في الخيمه. فخلص ان شاء الله بكون لنا لقاء ثاني معه. بس خليني اورجيكم هالشغله البسيطه اللي هي من حياه المفاوضات الى حياه المعلبات. بصراحه هذه الجمله تحمل معاني كثيره كثيره. وفي هنا هذه السنه نصور لكم اياها اللي هو العالم الفلسطيني، شايفين كيف على البطون. بصراحه فن 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 فن. يعطيك العافيه فريق بسمة الشبابي، يعطيكم ألف عافية. بصراحة جهود عظيمة وجبارة. وهي العلم الفلسطيني هنا. ماشي مراح؟ ايش؟ ايش ابو الناش؟ قول. هذه بازيليا، نشط بسألنا على العلبة هذه، هذه بازيليا يا بابا. بازيليا. ماشي خلينا هلقيت احنا وياكم نروح نكمل الجولة في باقي المخيم، شوارع وأزقة المخيم الجميل. وطبعا هاي احدى شوارع المخيم، نشأت كله قدامي بمشي. هاي في هنا ساحة، في هنا برضه شارع صغير، هاي أزقة. تعالي نشأت نشأت. شوف هذا برضه شارع صغير هنا، هذا صغير صغير، وهين بيطلع زي ما انتم شايفين. وهي شارع برضه صغير هنا. هذه كلها شوارع بصراحة أول مرة بشوفها، عشان بدي أصور لكم. شايفين كيف الشوارع؟ لا هنا مسكرة. شايفين كيف الشوارع؟ شوارع كلها صغيرة جدا جدا جدا. الله يكون بعون الناس، يا رب تفرجها يا رب الفرج القريب. وزي ما أنتم شايفين هنا على ما أظن حمامات موجودة. وهي هنا برضه هذا منفذ على الشارع. وهي هذه برك للمياه الصرف الصحي، تهيألي شيء زي هيك. يلا ما راح مستعجل، بدها تروح على البحر. ايش يا ابو وسيم؟ يلا احنا بنكمل عمال جولتنا. ايش؟ احنا؟ طب ماشي هينا ماشي. معلش لفينا عشان كان في ستات او بنات قدامنا. ايش يا ابو وسيم؟ ابو وسيم طبعا جنني، بده ياخذ الاولاد على البحر، له ساعتين وهو بجروا. يلا يا ابو نشأت، يلا يا ابو وسيم. انا والله ما بدي اخذهم، بس الاولاد اللي بدهم يروحوا معاه. يلا عاد بلاش. يلا خلينا نكملهم الجوله على السريع في شوارع المخيم. نقلب تصويركم. شوف ابو الناش القيادي نشأت قدامي. ايش في هنا؟ هذا الشارع في هنا، وهذا شارع. احنا مش خلصنا، في شوارع فرعيه. يلا امشي 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 امشي. في هنا شارع كمان، في هنا شارع. ورجينا كيف هذا بصير. هاي الشارع بنعملهم دينا، ما راحوا نشط من هنا. هاي داي طلعنا لهم. هذا المدخل الرئيسي الثالث اللي صورنا لكم اياه اخر حاجه، وبودي على المداخل هذيك. على فكره في كمان قدام زقاق وشوارع صغيره، بس خلص بدناش الفيديو يكون ايش. لا بروحوش ما راح، خايفه خالها محمد يروح على البحر ابو وسيم. في هنا هاي الشارع صغير، وهذه هي زي ما شفتم هذه شوارع وأزقة المخيم. في هنا برضه شارع اللي بيطلعوا هذاك منه الشباب، هذاك بيطلع على الشارع العام. وهي في هنا شارع صغير، وهذا آخر شارع، هذا اللي بودي على خيمتنا ولا لا يا أبو وسيم؟ هو هذا اللي صورنا لكم منه تقريبا من بداية الفيديو الماضي زي ما شفتم. ايش هذا شارع ولا ايش هذا؟ لا هذا مغلق حاليا. وبنشأت بس بدنا المتابعين يبيضوا وجههم مع الاستاذه داليا. يعني صحيح الاخت داليا يا جماعه، بدنا تبيضوا وجهنا معها، بدنا الكل يروح يتابعها على حسابها الانستا الفيسبوك. طبعا هذا مش دعم يا جماعه، انا ما ماخذ اي مقابل او اي استفاده مقابل لشيء. هذا فقط عشان الاخت ما شاء الله عملها مميز، فقط حبينا ندعمها ونشارككم شو الأعمال الفنية الموجودة في الشعب الفلسطيني، الأفكار المبدعة الموجودة في الشعب الفلسطيني. بس خلينا نروح نشوف ماما. يلا. مالك بتنطي؟ مرة حاضرة. عطيتها شكل عشان شردها أسد بستان وأنا لا. طيب ماشي ماشي، خلينا ننهي الفيديو وبشوفك. لقيتها يما انت بتستغليني في الفيديوهات. ماشي يا جماعه، هذا كان هو فيديو اليوم، نتمنى هالفيديو يكون عجبكم. الفيديوهين اللي هدول شفتوهم اخر شيء نتمنى يكونوا عجبوكم. امسكي يا ملك صوري. لا استنى، ليش مستعجل على السلام. سلام.